كابتن بلال، كيف رأيت المباراة؟ الله يبارك فيك. طبعا مبروك لجمهور النادي الأهلي. طبعا مباراة صعبة، دايما البدايات دايما بتبقى صعبة. النهاردة حتى البداية كانت مختلفة شوية مع فريق كبير، فريق منظم، ساعدنا الحمد لله يعني الحظ برضو ان هم طرد منهم لعيب، والمباراة سهلت علينا بشكل كويس جدا. قدرنا ان احنا نسجل هدف، كان ممكن النتيجة تطلع اكتر من كده، كان ممكن النتيجة تبقى افضل من كده والأداء يبقى افضل من كده لو كنا قدرنا ان احنا نستغل كل الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي في الشوط الاول. فرص كتيره، رمضان صبحي، وليد سليمان، سليف كوليبالي، كورتين يمكن. فالنهارده يمكن كانت صعوبه المباراه دايما في ان انت بتلعب الخصم المنافس بتاعك. النهارده المنافس بتاعنا واضح جدا من البدايه ان هو فيتا كلوب، فرقه عندها تنظيم دفاعي جيد جدا، عندها لعيبه في نص ملعب على مستوى عالي جدا، معدل اللياقه البدنيه مرتفع جدا جدا عند فرقه بتلعب النهارده 10 لعيبه تمام، ومع ذلك بتهاجمك وبتدافع طول المباراه. حتى في الدقائق كمان كان ابتدوا ينشطوا بشكل كبير جدا بعد ما النادي الاهلي سجل هدفه، ابتدوا ينشطوا بشكل كبير. ابتدينا نشوف لعيبه بتدافع ولعيبه بتهاجم، بتضغط في نص ملعب، عندهم تنظيم دفاع جيد جدا. الهدف توقيته كان رائع بالنسبه للنادي الاهلي، قدرت تسجل في نص الشوط الاول، اتفتحت المباراه بشكل كويس جدا. محتاجين بس النادي الاهلي يعني معدل اللياقه البدنيه او الفتنس يزيد عند لعيبه النادي. يمكن احنا الكل يجتمع على بنلعب بالظبط، بنلعب 11 اسلام، ولكن احنا مش حاسين ان احنا عندنا زياده، ما حسيناش يعني. في بعض الاوقات حسينا ان احنا بنلعب زينا زيهم تمام، او اوقات كتيره جدا، لكن محتاجين لو معدل اللياقه البدنيه عند لعيبه النادي الاهلي زاد، اعتقد الامور هتبقى افضل من كده بشكل كبير. لكن السيطره كانت للنادي الاهلي، الاهلي كان اكثر تضييعا للفرص، ووضحت جدا من بدايه اللقاء، ودي المشكله اللي بنعاني منها بقالنا كتير جدا. بنقول يا جماعه استغلال الفرص اهم شيء في المباراه، خد بالك الاهداف بتفرق. النهارده لو سجلت هدف ثالث يفرق معاك برضو كمان، خد بالك في تصنيفك، هل اول هل ثاني، في الترتيب هتصعد هتطلع. نعم. طبعا يفرق بشكل كبير جدا. المباراه خلاص بقت تحسم بالاهداف المواجهات المباشره. فانت النهارده بتلعب فرقه قويه جدا، بحييهم طبعا، اداء رائع جدا، اداء برضو النادي الاهلي رائع. التغيير اللي عملها النهارده مستر لاسارتي كانت تغيير رائع جدا، لكن طبعا لكن مباراه جيده للنادي الاهلي. مبروك المكسب كبدايه النهارده للنادي الاهلي.